بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء، وياكم أستاذ أثير معهد المسيب التقنية قسم التقنيات والمختبرات الطبية. بداية رمضان كريم على الجميع إن شاء الله، ونتمنى لكم كل التوفيق مع بداية الفصل الثاني، وإن شاء الله تخلص الأزمة وترجعون لمقاعدكم الدراسية. عندنا بالوحدة الأولى من اللغة الإنجليزية موضوع مهم، هو موضوع الترحيب، meeting and greeting، اللقاء والتحية. شلون تلتقي بشخص تلقى عليه التحية أو ترحب به وتعرف على نفسك. طبعا هذه المواضيع كلها مرة عليكم مواضيع سهلة، بس نعيدها لأن مطلوبة من عندكم بالمنهج. عندنا هنا أول سؤال تنسأل عنه هو الاسم. بعد التحية راح يسألك على الاسم. بعدما يلتقي شخص ويلقي التحية، هلو، الشخص الثاني يرد عليه هلو واتس يور نيم. الشخص الأول ماي نيم از آن، واتس يور نيم. الشخص الثاني ماي نيم از مات، وهكذا. يعني سأل عن الاسم بعد إلقاء التحية، تجاوب بالاسم وسأل الشخص الأول عن اسم الشخص الثاني. عندنا موضوع مهم، introducing other people to each other، يعني تعريف الناس الآخرين إلى بعض. يعني انت هؤلاء الناس او هؤلاء الاشخاص انت تعرفهم، بس هم ما واحد يعرف الله، انت راح تعرف بينهم. عندنا هذا كمثال سامبل، هاي جين this is ماري she is a friend of mine. جين راح يجاوب هاي ماري nice to meet you. ترجع ماري راح تجاوب على جين nice to meet you to James. بعدين تطرقنا للتحية والسؤال عن الاسم وتعريف الناس إلى بعضهم، نجي إلى موضوع سؤال عن الحال اللي هو How are you? How are you? الجواب راح يكون يا أما fine أو thanks أو very well أو thank you إلى آخره. بعدنا هنا example كما موضح، الشخص الأول راح يلقي التحية ويسأل عن الحال، hello how are you fine thanks and you great thanks وهكذا. عندنا تكملة السؤال عن الحال، How are you today؟ كيف حالك اليوم؟ الجواب عنها راح يبدي بآم وراها كلمة اللي توصف حالك لليوم. عندنا I'm okay, I'm good, I'm great, I'm sad, I'm mad, I'm angry, I'm sick, I'm hot, I'm cold, I'm tired, I'm angry إلى آخره. I'm وكلمة لتوصف حالتك، يا أما حزين أو جيد أو مريض أو متعب إلى آخره. نجي موضوع مهم، عندنا باللغة الإنجليزية تقسم أو تتكون من أشياء رئيسية ثلاثة، هي الفعل والاسم وحروف الجر. فعل اسم حرف، مكونات اللغة الإنجليزية. بعدين نتطرق للاسم وحروف الجر.
أن الفعل يقسم إلى قسمين، يا إما فعل رئيسي أو فعل مساعد. فعل رئيسي أو فعل مساعد، والفعل المساعد بدوره تقسم إلى 4 أقسام. عندنا أفعال الكينونة اللي هي الإز والآر وماضيها الووز والوير، وعندنا الآم والبي والبين. أفعال التملك الهاب والهاد والهاز، وأفعال العمل الدو والديد والدز، وعندنا أفعال المستقبل والإمكان اللي هي الول والشل والكان والماي، وماضيها الشد وخد وماي. طلاب، حتى نفهم أفعال الكينونة لازم احنا نعرف الضمائر، والضمائر مهمة. عندنا القسم الثاني باللغة الإنجليزية اللي قسمناها فعل واسم وحرف، عندنا القسم الثاني الاسم. الاسم يقسم إلى قسمين، اسم علم هو علي وأحمد إلى آخره، والقسم الثاني الضمائر. عندنا بالبداية ضمائر الفاعل، عندنا الآي بمعنى أنا، راح يأخذ الفعل كينونة آم، I am علي، I am a student. عندنا ضمير الوي والذي واليو يأخذون فعل الكينونة are، we are friends، we are students، you are أحمد. عندنا ضمائر الشي والهي والإت، ضمائر الفاعل تأخذ فعل الكينونة is، he is a boy، she is a girl، it is a chicken. الإت